تنضم إلينا الآن من موسكو مراسلتنا ريج محمد. ريج، أهلا بك معنا. بداية دعينا نتابع معك سير الاحتفالات بعيد النصر في روسيا وأبرز ما جاء في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نعم داليا، فيما يتعلق بسير الاحتفالات هناك أجواء احتفالية بطبيعة الحال كما هو سنويا وتقليديا في العاصمة الروسية موسكو وفي كبريات المدن وفي أرجاء البلاد على العموم، لكن طبعا ربما تكون هذه الأجواء متواضعة نسبيا نظرا للإجراءات الأمنية وللدواعي الأمنية نظرا لما يجري في أوكرانيا وفي المناطق الروسية المحاذية للحدود مع هذا البلد، بالإضافة طبعا إلى أن يعني الكثير من الروس ممن يحتفلون اليوم هذه المناسبة بذكرى 78 لانتصار الاتحاد السوفيتي والحلفاء على النازية الألمانية عام 45، طبعا يرون أن ما يحدث في أوكرانيا أو قرب بجوار روسيا يرون في ذلك كارثة إنسانية، ورغم أن روسيا على لسان نخبها السياسية تتحدث دائما عن أنها وجدت نفسها مضطرة لخوض هذه الحرب المستمرة في عامها الثانية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته وخلال مشاركته بكلمة في مراسم إحياء ذكرى 78 للانتصار على النازية كان حريصا على الحديث عن بطولات السوفييت الماضية والحديث والبناء عليها وعدم تكرار أخطاء الماضي أو ما أسماه بأخطاء الماضي فيما يتعلق بتكرار وعودة الأيديولوجية النازية والفوقية والعنصرية والبناء عليها في منظومة العلاقات الدولية. تحدث عن مخاطر الأمر، تحدث عن أن الغرب ربما يكون يحتكم إلى هذه الفلسفة في علاقته الحالية بروسيا، وهو يسعى من خلال ما تحدث عنه بوتين إلى تدمير روسيا وتفكيكها، وهو ما لن تسمح له بالحصول روسيا في إطار ما تقوم به من عمليات عسكرية شبهها داليا بعمليات مكافحة الإرهاب. شكرا لك مراسلتنا ريج محمد، كانت معنا من موسكو.